هدنة لم تصمد ساعة واحدة على الأقل ولا أثر لها على الأرض. احتدم القتال واشتعلت من جديد نيران المواجهة بين الجيش السوداني وقوة الدعم السريع بعد دخول الهدنة حيز التنفيذ. لا صوت يعلو في السودان إلا صوت المدافع والرصاص. دوي الانفجارات وأزيز الطائرات مستمر في العاصمة السودانية ومدن أخرى لليوم الخامس على التوالي، إذ تجددت الاشتباكات في الخرطوم وفي مدينتي بحري وأم درمان ومنطقة شرق النيل. ميليشيا الدعم السريع المتمردة لم تتح الفرصة أصلاً لتطبيق هذه الهدنة على الأرض، حيث قامت مجموعات متفرقة منهم في عدة مناطق بالبلاد في العاصمة وبعض المناطق بالتعدي على المواطنين وإعطاء ممارسة أعمال السلب والنهب وحرق سوق بحري هنا في الخرطوم البحري، وكذلك في مروي قاموا أيضا بعد انسحابهم من مطار مروي بدخول المدينة. اتهامات يتقاذفها كل من الجنرالين عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدان حميدتي بشأن خرق الهدنة والعودة إلى الصراع العسكري الذي يدفع ثمنه المدنيون. نقابة الأطباء في السودان أعلنت عن ارتفاع عدد القتلى إلى 174 شخصاً، فيما أعلنت الأمم المتحدة مقتل ما لا يقل عن 180 شخصاً. وضع صحي مأساوي ازداد قتامة بتعطل المرافق الصحية. نقابة أطباء السودان أعلنت خروج 39 مستشفى عن الخدمة في العاصمة. لا يبدو الوضع في الخرطوم ومروي والنيل الأبيض وأم درمان وغيرها من المدن السودانية يتجه إلى التهدئة ووقف الاقتتال بين الفرقاء السودانيين، بل حتى الضغوط الدبلوماسية الدولية والدعوات إلى ضبط النفس وحقن دماء السودانيين تصطدم كلها بوضع مأزوم تغذيه فرقة تتسع بكل طلقة نار أو قذيفة مدفع في السودان.